رسائل التمور وطن، منعطف جديد يشهده مهرجان ويا التمر أحلاه في مدينة الأحساء شرق السعودية هذا العام. المهرجان في نسخته الرابعة بتنظيم من أمانة الأحساء شهد مشاركة المئات من تجار التمر والشركات المصنعة. واقع الحال أمانة الأحساء ومن واقع مسؤوليتها فرضت على نفسها هذا التحدي بأن تخوض مهرجان التمور المصنع، باعتبار أن تمور الأحساء تختلف عن بقية التمور الموجودة بالعالم بأجمعها. سوق صناعة التمور في الأحساء شهدت هذا العام دخول منتجات جديدة وغريبة، منها آيس كريم التمر، خل التمر، زيتون التمر، وأخيرا أغربها كاتشب التمر. أنا أعطاني هذا المهرجان أعطاني قوة في الإنتاج والتنوع التمور. ولم يهمل المهرجان أيضا زواره من الأطفال، حيث وفر لهم العروض المسرحية والأنشطة المتعددة الأخرى. لفت مهرجان ويا التمر أحلى الحضور الكبير من المواطنين والمقيمين. مفاجأة حلوة كتير مع كل هالأنواع الموجودة والعالم والأهالي المنطقة. للفنانين أيضا نصيب من الحضور، ففي معرض عبير الأحساء شارك أكثر من 111 فنانا تشكيليا، كل واحد منهم بلوحة. كما لم يغب الفن المسرحي عن المهرجان الذي قدم ثلاثة مسارح مختلفة، منها مسرح القيصرية للعروض التراثية، ومسرح للنساء، وكذلك مسرح خارجي للفلكلور الشعبي. من أركان المهرجان اللافتة ركن القيصرية، وفيه تعرض أهم الحرف، ومنها صنفت اليونسكو الأحساء ضمن شبكة المدن المبدعة في مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية. مهرجان ويا التمر أحلى ليس مجرد مهرجان لتسويق التمور، بل حول الأحساء إلى واجهة اجتماعية تفاعلية. من الأحساء روان حمزة، العربية.